يقدر على طاقتنا لكتاب العهد المسيح والبيت 22 البيت 23 والذي كان تحت الصراع ضرورة لا نسلم عليه ردوا معا اولى فقراتنا هذا اليوم ايات للناس من الحكيم ادوها على مسيحكم الجسام في العهد. شكرا للإسلام على هذه الآيات. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الحضور الكريم، كل حسب اسمه وصفته، أبنائي وبناتي المكشفين والمرشدان، أبناء خمس سنوات المكشف والمرشدان، نرحب بكم جميعا في هذا الحفل البسيط المتواضع اللي يشير التسامح مع الوطن السنوي لفرج الصغير للكشاف والمرشدان. اليوم والله حقيقة وصل الحضور الطيب أن نخصه عطاء عام كامل ووقفه ثمارة الحق، يعني كانت فترة عصيبة زي ما قالت القائد مصطفى، وما ننسوش نوع الأزمة اللي يمروا لها إخواننا في فلسطين، نسأل الله المرحوم يفرج كربه، وفي نفس الوقت الأزمة اللي كانت قريبة في الفترة الماضية اللي مروا لها إخواننا في مدن المنطقة الشرقية اللي فوجئ السبب للأمانة كانت فيه بصمة كبيرة في الفيضانات والكوارث اللي صارت. شكرا لكل من تعب الفوج ونفر معاه ولبى واحضر وكان موجود معنا اليوم، بارك الله فيكم، نتمنى انكم تقضوا وقت طيب. ونحن نرحب بجميع من دخول مدينة السابعة.
قطاع الشعب هم دائما حاضرين معنا في كل مناسباتنا، المناسبات الاجتماعية والوطنية وكل الظروف، وفي حالات الطوارئ وفي حالات الإغاثة. هذه الحركة ما غابت يوم إلا وكانت فيه في كل الظروف. نحيي كل طوافيها وكل أقسامها. هذا الفوز العظيم الذي لا يمن له دور كبير في جميع مجلس التشريع الذي نصبه في هذا العام، بما لا هذا الفوز الذي لا يمن القيادات المميزه وقيادات الشعب، هذا الفوز بما استطاع القيادات والازمه المؤثره في مدينه لبنان، وكان بما فوق الصداقه في مدينه لبنان المساعدات والخدمات، واهلا بالزاويه حقيقه للكرماء كان معنا نفسها كبيرة جدا في هذا الأسرة. من الفوز الزاوية هذا الفوز العريض، أتمنى أن نوفيش كمان ونتمنى أن نوفيش القادم، ونتمنى أن يكون خليط عاجل بما يقوم بوقية الزاوية هذا الفوز الزاوية. أصبح عندنا عديد من الفوقيات في هذه المنطقة العريقة، وخصوصا أن هي يوجد بها كتاب تشريع، يوجد القيادات، يوجد القوات الراعية والمميزة. أتمنى التوفيق وفيش كلام. وحدنا لك التشريع والتوفيق والاصرار، واسمحوا لي جميعا باسمكم اليوم تزداد هذه الصاره بعض اقوالكم من الياسمين والقدس الشقيق، تحديدا نرحب اكبر تقدير لقوتنا وظروفنا من قياده فوج محمد السوق وشرطه كل المحيي والتقدير الذين تحملوا وتحملوا نشاط السفر حتى يصلوا اليوم لمشاركه اخوانهم من فوج الزاويه شرطه المرشدات في هذا الوقت السنوي الذي يحمل شعارا جميلا شدني كثيرا نحن ونحقق. والكلام في فوج الزاويه في الكثير، ولكن تظل مناشط فوج الزاويه في تركيزها دائما، ولعلنا اليوم نحجى بالشكر كل القيادات البشريه التي ساهمت في اغاثه اخوتنا في المنطقه الشرقيه، والجهد الكبير الذي قاموا به كل القيادات البشريه والارشاديه، وعمل التواصل والدوام مشترك مع اهالي مدينه الزاويه. ولعل نشاط لقد تعلمنا الكثير من هذا الفوز وما زلنا نتعلم. نتمنى له حلم كبير وحلم عظيم ليحقق كل اهدافه التشفيه والتربويه بما فيه الخير في هذه البلاد العظيمه. ايضا لا ننسى ان نرحب على شهداء ابنا الغائب عهير السنتين غالي 4 و 1 و 9 و 9. Thank you.
أولا المؤسسات الشبابية العامة في مدينة الزاوية وأوج الزاوية وأبناء طلقات وقت الشهيد إلى تنمية الزاوية متمثلة في عميدها. إلى وخلال ما مر به منذ شهر الحبيب وتبدي بإذنه أول من وصل إلى بروج الزاوية حقيقة واللحم مع أبنائه قدم الكثير بكافة المساعدات بشير جمال بند ما حل من هذا القائد أنور بشير ميلاد أحد قادة كشاف فوج الزاوية. في كل نهاية سنة كشفية اللي هو من المعتاد دائما في بداية شهر 11 يتم عقد مؤتمر كشفي. المؤتمر هذايا يتم فيه تكريم القادة اللي اشتغلوا خلال السنة الكشفية الماضية. السنة هذه فوج الزاوية عندنا مجموعة كبيرة من القادة حيتم توسيمهم بوسام الغاب اللي هو وسام الشارة الخشبية. عندنا مجموعة حتى هم حياخذوا وسام الخدمة الممتازة. من معتاد فوج الزاوية دائما في كل سنة كشفية في نهاية السنة نديروا في احتفال. الاحتفال طبعا هذايا احنا ما نعتبروش فيه احتفال كبير، ولكن احتفال يمثل الفوج. فوج الزاوية حقيقة فوج عريق، فوج قديم جدا، فوج هو أول من بدأ في المنطقة الغربية اللي هو في الزاوية. فوج الزاوية فوج الزاوية فيه حوالي 9 فرق فتيان، فيه حوالي 4 فرق أشبال، عندنا الحلقة الإرشادية كذلك. دائما في الملتقات أو في نهاية السنة عندنا أصدقاء من الشقيقة تونس وكذلك من عدة أفواج من داخل ليبيا لنا معهم توأمة. السنة هذه حاضرين معنا مجموعة من جربة، طبعا هذم أصدقائنا. دائما وفي كل الاحتفالات نتاعنا وفي كل الملتقات يكونوا موجودين معنا. كذلك فوج الزاوية يشارك في الملتقات إذا كان يعني احتفالات تونس، لأن بيننا وبين الشقيقة تونس توأمة. التوأمة هذه يعني الاستفادة منها طبعا الكشافين عند ذهابنا إلى تونس نلقوا ناس تستقبلنا وناس توفر لنا الإقامة، كذلك يزوروا بين الأماكن الكشفية. لما يجوا حتى هم هنا نفس العملية، احنا نقوم بواجب الضيافة ونقدم لهم في الخدمات. فوج الزاوية يعتبر من الأفواج الكبيرة جدا في المنطقة الغربية، عندنا حوالي لا يقل على 350 كشاف. نشكر حقيقة كل المكتب التنفيذي لفوج الزاوية على الأعمال التي قام بها. السنة الماضية كان نشاط كبير جدا، ساهمنا طبعا نحن في إنقاذ درنا. هذه واحدة من الأشياء اللي أول ما بدأ بها فوج الزاوية.
شاركنا بخمس رحلات لدارنا. نحن الكشافين الأولين اللي شاركنا من اليوم الأول في عملية الإنقاذ. المجموعة الأولى اللي شاركت على مستوى ليبيا كان فوج كشاف الزاوية. نشكركم حق موفقين، نشكرك، بارك الله فيك.